التحقيقات في قضية ماسبيرو إن قاضي التحقيق المنتدب أمر بضبط وإحضار المهندس مايكل منير رئيس حزب الحياة ومنعه من السفر. إحنا معانا على التليفون المهندس مايكل منير. مساء الخير يا باشمهندس. أهلا، مساء الخير يا ريم. ازيك؟ أهلا بحضرتك. أولا أنت في مصر ولا مش في مصر أنت يعني؟ لا، أنا كنت في هولندا وكنت في طريقي إلى أمريكا لما قريت الخبر في الجورنال. رحت خدت طيارة ولسه نازل دلوقتي، لسه طالع من المطار. يعني وصلت القاهرة فعلا؟ أنا لسه واصل القاهرة. طيب يعني هل عندك تفاصيل عن القرار؟ إيه الاتهامات الموجهة ليك؟ في هنا اتهامات يعني رهيبة. يعني أنا بستغرب أول شيء إن أنا أسمع قرار الضبط والإحضار دوت. أولا الضبط والإحضار ليه؟ محدش كلمني ولا قال لي تعالى وعايزينك ولا حاجة. كنت رحت، أنا كان مساعد وزير العدل كلمني من حوالي 3 شهور وقال لي عايز اسمع رايك واشرحها معاك ولا حاجه، وكان فعلا هي كده. قعدت حوالي 6 ساعات عشان يعرف ايه الخلفيات والشباب مفتقن ليه و و و. طلبت ان انا اقدم بلاغ في المجلس العسكري واتهمه بهو قتل شباب ماسبيرو، وعملت كده فعلا. امبارح قريت وانا في هولندا جريده الشروق اونلاين في الريدر بتاع الايباد بيطلع الجورنال نفسه، بلاقي ان انا مطلوب ضبط واحضار. عملت مكالمات، خليت المحامي بتاعي راح اتكلم القاضي النهارده فقال له مطلوب. طب مطلوب ما حدش كلمني، مش عارف يجيب تليفوني. على كل حال انا اللي عايز اقوله الموضوع دوت انه دي شكلها حمله منظمه لاسكات كل الرموز اللي بتتكلم، سواء كانت رموز ثوريه او رموز مسيحيه في مصر، سواء نبتدي بتحريك القضية اللي ملهاش لا لون ولا طعم في حد المهندس نجيب ساويرس، وبعد كده التحريك مع الأسس أبونا فلوباتير وأبونا ميكاس، وبعد كده نجيب جبرائيل، وبعد كده أنا. ده كله شكله كده عملية ترهيب وتوعيد بالرموز سواء كانت ثورية أو مسيحية في مصر، عشان ما حدش يقدر يفتح بوه عشان الناس تخاف. طيب يعني انا دلوقتي عايز اوضح برضو لو تديني فرصه، حاجه مهمه جدا. اتفضل. انا بس عايزه الجزئيه اللي عايزه يعني اوضحها من حضرتك، انه الضبط والاحضار بيكون بعد ما بيتم استدعاء، والمستدعى ما بيروحش في الميعاد والمكان اللي تم استدعائه ليه، مظبوط؟ ما ده اكيد، ما ده اللي مجنني. طيب ان انا اللي حصل يعني حضرتك بتؤكده انه الاستدعاء ده ما حصلش اصلا، انه صدر قرار بالضبط والاحضار يعني بدون اي مقدمات. انا لا حد كلمني التليفون ولا حد جاني البيت ولا، ويعني نص مصر معاها تليفوناتي، ومش صعب ان حد يوصل لي، ومكتبي معروف، يعني موضوع صعب قوي ان انا هو يجيلك استدعاء رسمي حتى مش بالتليفون. طيب فالاجراء ده اصلا ما حصلش. الاتهامات الموجهه ليك، معلش عشان هي بس مهمه برضو، التجمهر وحيازه اسلحه بدون ترخيص، الاشتراك في تخريب املاك عامه تنفيذا لغرض ارهابي، اتلاف اموال ثابته ومنقوله عمدا، الامر الذي ترتب عليه ضرر مالي جسيم، محاوله اقتحام مبنى الاذاعه والتلفزيون، الاعتداء على موظفين مكلفين بالخدمه العامه، والاعتداء على اشخاص مما ادى الى وفاه المجند محمد علي شتا، والقيام بسرقه اسلحه وذخيره مملوكه للقوات المسلحه بالاكراه. يعني انت متهم بالقتل كمان؟ ده انا عايز اقول لك انا حسيت ان انا اقوى رجل في مصر او اشهر رجل في مصر النهارده لما قريت قائمه الاتهامات دي كلها. الشيء المخجل مخجل فعلا انه ما حدش عمل تحريات، انه ده اتهامات. عشان كده بقول ان قضيه سياسيه ليه، دي اتهامات بتكيل للناس بدون 3 دقائق من وقت واحد صول يتحرى عن انا كنت فين في ماسبيرو. انا معروف ان انا تعرضت للحادثه في شهر 8 وحصل لي كسر في عدة مناطق في رجلي، عملت عملية وحاطط شريحة وثمان مسامير، وكنت ممنوع من الحركة لمدة 3 شهور في الجبس قاعد في البيت. فده حصل شهر 8 وعدى على أحداث ماسبيرو، وأنا بتحرك يا دوب بالعكاز، مش بالعكاز، بتحرك باثنين عكاز يعني، ومش بقعدش أحط رجلي في الأرض. فكانت حركتي محدودة جدا جدا في هذا الوقت. إزاي قدرت أنا أروح قدام ماسبيرو واحاول اقتحم المبنى واشارك في قتل واحد واسرق اسلحه واحضر؟ يعني حضرتك ما كنتش موجود اصلا يوم انا ما كنتش في ماسبيرو خالص. انا حضرتك ما كنتش قادر اقف على رجلي، كنت بقف بعكازين عشان اتحرك من مكان لمكان في هذا الوقت. تقدر تثبت ده عندك ما يثبت يعني عدم طبعا عندي المستشفى اللي عملت فيها العمليه، اللي عملت العمليه هنا في مصر، وعندي الدكاتره اللي بتتابع،
وانا مستغرب جدا يعني، هل احنا اي حد كده هنروح تهمه وضبط واحضار وبتاع وما عملناش اي نوع من انواع التحري؟ الخطوه اللي جايه ايه؟ يعني هتمثل امتى قدام قاضي التحقيق؟ انا مفروض يوم الاحد احاول ان انا اروح قدام قاضي التحقيق واشوف دوت. لكن انا اللي عايز اقوله، لو قاضي التحقيق فعلا عايز يعرف مين اللي موت شباب ماسبيرو، اعتقد هو عارف عنوان المجلس العسكري كويس، عارف عنوان قياداته، يروح يعني يفضل يقبض عليهم ويحقق معاهم بتهمه نشوف لنا مين دوت اللي ادى اوامر بدأت المصريين، مش بس في ماسبيرو، في ماسبيرو محمد محمود وفي مجلس الوزراء، قتل المتظاهرين شيء اصبح عادي. ما تقوليش ان واحد ركب المدرعه من نفسه وبندي هو اللي راح دهس الناس دي. طيب معلومه المفترض ان التحقيقات موجوده، واعرف ان هم بيدوا اوامر لكل حد في الوقت ده. هو المفترض انه تم ندب قضاه التحقيق في احداث بسيرو علشان يعني لو توصل في الاخر نتائج التحقيقات لصحه او عدم صحه ما يقال، يعني سواء اللي حضرتك بتقوله او اللي غيرك بيقوله. فيعني ادينا منتظرين. يعني استاذ ريم انت ازاي متوقعه بيتهم واحد ما كانش في الموضوع اساسه؟ يعني لا عندهم فيديو ولا عندهم دليل ولا عندهم كلمه ولا عندهم اي حاجه. طيب يعني انا ازاي دي هتظهر الحقيقه؟ يعني انا كده بقيت اشك في عمل القاضي التحقيق، ان هو عمال يحول المعتدي عليهم الى متهمين وسايب المتهمين الحقيقيين اللي الشعب كله حاطط صوابعه وبيشاور عليهم. انا مدي مساعد وزير العدل لا يقل عن 16 فيديو بيوروا من جميع الجهات ان ضباط في العساكر في الجيش هم اللي عملوا، هم اللي داسين وضربين المتظاهرين بالنار. يعني ربنا يظهر الحقيقه. انا بشكر حضرتك.